كان يريد أن تكون كردستان أقوى من بغداد، ويريد أن يكون هو أقوى من رئيس وزراء العراق، وهذا هو الخطر الحقيقي على العراق دولة وسيادة واقتصادا وأمن قومي. ولذلك أرجو أن لا يؤخذ بعض الإشكالات التي يطرحها البعض حول قانون البنى التحتية والتساؤلات هنا وهناك، هذه كلها اعتراضات غير وجيهة وغير شكلية. الشيء الحقيقي لا تكون هناك الدولة في العراق، أن تكون البديل هي كردستان، وأن يكون الزعيم مسعود البارزاني، وهناك من يسيرون خلفه، وهناك أجندة إقليمية ودولية تغذي هذا المشروع، وهو الخطر الحقيقي على الأمن القومي العراقي. والأكثر من ذلك أن بعض القوائم العراقية وفي مقدمتها ومع شديد الأسف القائمة العراقية التي تقول إنها وطنية تسير خلف مسعود البارزاني.